اعتقالات مستمرة في صفوف الجيش والشرطة في تركيا، وقائد سلاح الجو السابق ينفي تدبير الانقلاب. يلدرم يؤكد سيطرة الحكومة على الأوضاع ويشيد بدور الجيش في إفشال الانقلاب. وعشرات القتلى في غارات روسية وسورية بالقنابل العنقودية على أحياء في حلب. أهلا بكم في هذه النشرة، ونبدأها من تطورات الأوضاع في تركيا. نفى قائد سلاح الجو التركي السابق أكين أتاتورك خلال التحقيقات أن يكون العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري التي وقعت يوم الجمعة الماضي، إلا أنه أقر بالمشاركة فيها. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن التركية 7 جنود على صلة بمحاولة الانقلاب في قاعدة إنجرليك الجوية جنوبية تركيا. هذا وتواصلت حملة الاعتقالات في صفوف المتورطين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، من بينهم قائد الهجوم الجوي على مقر إقامة أردوغان في مرمريس. كما ألغت السلطات التركية إجازات الموظفين الحكوميين السنوية حتى إشعار آخر. يأتي ذلك بينما قتل نائب رئيس بلدية شيشلي في إسطنبول متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم من قبل مسلح على مقر البلدية. ومعنا من إسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، إلى أين وصلت التحقيقات وحملة الاعتقالات في تركيا؟ وضعنا في صورة الأجواء، أجواء المظاهرات خلفك. نعم هشام، في الحقيقة ما زال الآلاف من الأتراك يحتشدون في الشوارع والميادين الرئيسية في عموم تركيا، ولا سيما في مدينتي إسطنبول وأنقرة. الآن في هذه اللحظات نحن نتواجد في ميدان تقسيم، حيث احتشد الآلاف من الأتراك في هذا الميدان استجابة للدعوات التي وجهها المسؤولون الأتراك للشعب التركي بالبقاء في الشوارع حتى استقرار واستتباب الأمن بشكل نهائي. الآن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أغلو قدم إلى هذا الميدان، وهو في هذه اللحظات يلقي خطابا أمام الآلاف من الجماهير المحتشدة هنا، حيث ندد بما أسماه بالعملية الخائنة التي نفذها مجموعة من الضباط الخونة بحسب وصفه. في الحقيقة هناك مظاهرات أيضا في العديد من المناطق. في منطقة فاتح هناك مظاهرة حاشدة أيضا للأتراك، وأيضا في العاصمة التركية أنقرة هناك مظاهرات حاشدة استجابة كما ذكرنا للدعوات التي أطلقها المسؤولون الأتراك. بعد نحو حوالي 45 دقيقة سيكون هناك كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة مسجلة يتبثها وسائل الإعلام التركية، حيث سيوجه الرئيس التركي كلمة للشعب التركي بخصوص آخر التطورات التي حدثت في تركيا. أما فيما يتعلق بحملة الاعتقالات هشام، فهي ما زالت متواصلة. ربما أبرز ما حدث اليوم هو اعتقال قائد سلاح الجو التركي السابق الذي متهم بالتورط بالحادثة الانقلابية التي جرت يوم الجمعة. بحسب وسائل إعلام تركية فإن قائد سلاح الجو التركي السابق الجنرال أكين أوزتورك كان قد اعترف بتورطه بالمخطط الانقلابي، لكن عادت بعض الوسائل الإعلامية ونفت تصريحاته ذلك. أيضا اليوم تم اعتقال اللواء سونماز بوستاش المتهم الرئيسي بقيادة العملية العسكرية التي استهدفت مقر
مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحدى فنادق مدينة مرمريس. أيضا التحقيقات ما زالت جارية معه، هناك اعتقالات أيضا في قاعدة إنجرلك في مدينة أدنى جنوب تركيا بحق 7 ضباط متهمين بتقديم التسهيلات للطائرات الحربية التي جابت سماء المدن التركية. أما اليوم كان هناك أيضا كلمة هامة لرئيس الوزراء التركي بن علي الضرم، أكد فيها على ضرورة عدم الخلط بين الجيش التركي والمجموعة الانقلابية التي حاولت الإطاحة بالحكومة بحكومة حزب العدالة والتنمية. هشام، هناك حديث جدي الآن في تركيا عن احتمالية عودة أحكام الإعدام لتنفيذها بحق من قاموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. الآن قبل قليل كنا نستمع من الجماهير المحتشدة في ميدان تقسيم تطالب المسؤولين الأتراك بضرورة إعادة أحكام الإعدام بحق جميع المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، لا سيما الضباط الكبار. بكل الأحوال نتوقع أن تستمر أيضا خلال الأيام المقبلة هذه التظاهرات الجماهيرية الحاشدة، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنبقى معك على تواصل عدنان في الشوارع والميادين طيلة الأسبوع المقبل. فقط لمحة قصيرة هشام فيما يتعلق بالمتهم الرئيس بالوقوف وراء الانقلاب العسكري وهو الجنرال أكينوس ترك قائد سلاح الجو التركي السابق، حيث كان يشغل منصب الملحق العسكري التركي في السفارة التركية في تل أبيب، ثم وهو حتى هذه اللحظة عضو في المجلس العسكري التركي الأعلى، ثم تولى منصب قائد سلاح الجو التركي بين عامي 2011 و2015، وكان من المتوقع أن يتم تسريحه في نهاية شهر تموز المقبل، وهي إشارة ربما بحسب وسائل الإعلام التركية أن الخطوة الانقلابية هذه جاءت من قبل مجموعة من الضباط الذين كانوا وسنبقى معك عدنان على تواصل لمزيد أو لرصد مزيد التطورات حول الوضع في تركيا. على كل حال شكرا جزيلا لك عدنان الظاهر مراسلنا، كنت معنا من اسطنبول. في هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء التركي أن الحكومة تسيطر على الأوضاع في البلاد ولن تسمح بتكرار المحاولة الانقلابية وستحاسب الانقلابيين بالطرق القانونية. وقال يلدرم في مؤتمر صحفي خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة أنقرة إن من قاموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لا علاقة لهم بالجيش الذي أشاد بدوره في إحباط الانقلاب. وأضاف يلدرم أن المحاولة الانقلابية التي وقعت مساء الجمعة أسفرت عن مقتل 208 أشخاص بينهم عسكريون. التحقيقات مستمرة للإطلاع على خلفيات المحاولة وملاحقة الضالعين فيها. أدعو المواطنين الأتراك إلى عدم الخلط بين هؤلاء الإرهابيين والجيش التركي، فجيشنا قام بواجبه على أكمل وجه بالتعاون مع القوى الأمنية لردع هذا الانقلاب وإفشاله. الخونة الانقلابيون لا يمثلون القوات المسلحة التركية. في السياق ذاته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيوافق على إعادة تطبيق حكومة أو عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان، بينما قال وزير خارجيته مولود جويش أغلو إن انتقاد الخطوات القانونية ضد مدبري محاولة الانقلاب غير مقبولة ويرقى لدعمهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قد حثا تركيا على احترام سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب وعدم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها. إلى أن كيري أكد دعم بلاده للجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة انقلاب الفاشلة للعدالة. نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا، لكننا نحث أيضا حكومة تركيا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد، كما نحث الحكومة التركية على الالتزام بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد وسيادة القانون. سوف نؤيد بالتأكيد تقديم مدبري الانقلاب للعدالة، لكننا نحذر أيضا من عواقب التمادي في هذا الأمر. ومعنا من أنقرة المحلل السياسي هاشم غوناي. سيد هاشم، هل يمكن أن تتأثر العلاقات الأمريكية التركية في هذا الوقت، خاصة وأنها متوترة من قبل فيما يتعلق أيضا بملفات
المنطقة الشرق الأوسط، على قضية المنطقة العازلة في سوريا وكذلك قضية الأكراد، كيف ستتأثر على خلفية قضية تسليم المعارض جولين؟ نعم، حقيقة اليوم كانت هناك كلمة أيضا للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ياسين أكتاي، تحدث فيها عن العلاقات ومستقبل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية القضية المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشل التي مرت بها تركيا قبل يومين. أكد أكتاي أن إذا الولايات المتحدة لم تتعامل مع تركيا فيما يتعلق بتسليم فتح الله جولان لتركيا كشخص مطلوب لديها رئيس لمنظمة إرهابية تخطط لانقلاب، فعندها سوف يكون لتركيا بعض الخطوات التي ربما سوف تكون مختلفة عن سياساتها السابقة. وأيضا أكد رئيس أو المتحدث باسم الحزب أن التحالف الموجود بين الولايات المتحدة التي كانت تصف تركيا بالحليف الاستراتيجي لا تقدم لها أي من المساعدات في أي من السياسات التي كانا يتحركان سويا، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الكردية، في عدم اعتبار البي دي كتنظيم إرهابي وهو امتداد لمنظمة حزب العمال الكردستاني أو منظمة PKK كما تصفها تركيا بالإرهابية. أكد بأن لتركيا أيضا خطط بتغيير سياساتها فيما يتعلق ب علاقاتها في مع الولايات المتحدة. مستقبل هذه العلاقات من الصعب. في هذا الصدد بالذات أثيرت الكثير من التساؤلات حول مسألة إعدام المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. هل يمكن أن تقدم تركيا على هذه الخطوة بغض النظر عن المطالبات الغربية برفضها؟ الآن حقيقة الآن يعني أجواء حماسية تطالب بالإعدام، بإعادة طبعا عقوبة الإعدام. كما تعلم تركيا أزالت هذه العقوبة من قانون العقوبات منذ تقريبا 10 سنوات، ولكن في هذه الأجواء إعادة هذه العقوبة سيكون يعني إضرار بحق هؤلاء الأشخاص، لأن بعضهم لم يثبت إلى حد الآن طبعا تورطهم بهذه القضية، والتحقيق بشكل سريع وتنفيذ هذه الأحكام بحقهم ربما سوف تثير أيضا علامات استفهام كثيرة في المستقبل، حيث نعلم أن كانت هناك مثلا عملية محاولة الانقلاب كما تسمى كانت في تركيا الباليوز، والتنظيم كما كان يسمى بالأرجنكون قبل سنتين من الآن فقط الحكومة اعترفت بأنها سارعت بإلقاء القبض على أشخاص ليس لهم علاقة بتدبير هذا الانقلاب، وكانت جماعة جولان هي وراء هذا التدبير. إذن اليوم أيضا إذا وقعت الحكومة في نفس المطب الذي وقعت فيه بالسابق واعترفت فيه، فعندها ستكون أيضا مصداقيتها على المحك، وسوف يؤثر أيضا ذلك على شعبيتها في الداخل ومصداقيتها الدولية. بالنسبة للتحقيقات ما زالت مستمرة، حقيقة يعني لم يتضح تحديدا هذا الملف، يعني الولايات المتحدة أيضا تقول لتركيا قدمي للدليل القاطع بحق تورط جماعة جولان أو جولان نفسه لكي نبدأ عملية الإرجاع، غير ذلك لن أعيد فتح الله جولان للقضاء التركي. سيد هشام جناي المحلل السياسي كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من واشنطن الصحفي المختص في الشؤون السياسية عبد الرحمن يوسف. سيد عبد الرحمن، بعد الترحيب بك، تسليم أو هل يمكن القول بأن واشنطن ربما ارتكبت خطأ جسيما عندما ربما صرحت على لسان سفارتها في أنقرة بأن ما يحدث في تركيا ثورة أو انتفاضة؟ بطبيعة الحال هذا خطأ دبلوماسي شديد، ولكنه يعني نستطيع أن نقول أنه كشف بشكل أو بآخر عن مكنون أو نوايا
الجانب الأمريكي اتجاه نظام أردوغان وترحيبه بهكذا انقلاب أو ترحيبه بهكذا ممارسات فوضوية مورسة ضد النظام الديمقراطي في تركيا. وبالتالي أعتقد أنها يعني هي خطوة متسرعة جدا، ويعني خطوة ربما كان يعني تظهر ما في النفس أو تظهر الرغبات بأكثر ما هي ما تصف ما كان يجري على أرض الواقع. وكيف يفهم تصريح أردوغان سيد عبد الرحمن، أو تصريح كيري عفوا، الذي قال فيه أن واشنطن تدعم السلطات التركية ضد الانقلاب، في حين يقول البعض أن موقف الولايات المتحدة كان مترددا من قبل؟ بطبيعة الحال الموقف كان، إذا أردنا أن نوصفه، فهو يعني اتخذ ثلاثة أشكال أو ثلاثة مراحل. الأول هو عدم التصريح نهائيا، أو الصمت، أو الرغبة في عدم التعليق في انتظار ما سيجري، ثم الحذر والتململ أو السكينة اتجاه ما يحدث، ثم بعد ذلك تأييد الحكومة الديمقراطية بعدما ظهر أردوغان. وبالتالي يعني توقيتات التصريحات التي أدلى بها جون كيري يوم الانقلاب يعني تكشف بطبيعة الحال الموقف أو المكنون الذي كما قلت هو امتداد لموقف السفارة الأمريكية في تركيا. فهناك كان يعني يبدو أن هناك بوضوح ثمة رغبة في أن يحدث نجاح لهذا الانقلاب، ولكن بطبيعة الحال التصريحات لم يكن لها أن تخرج بهذه السرعة من جون كيري بطبيعة يعني خبرته وبطبيعة هدوءه، بعكس السفارة التي سارعت في هذا الأمر. ونحن رأينا من الاتهامات الموجهة والتحقيقات التي كشفت أن هناك اتهامات موجهة لقاعدة أنجر ليك في تركيا أن انطلقت منها طائرات أو زودت بعض الطائرات منها بالوقود التي يعني أطلقت النار على المواطنين أو أطلقت النار على بعض الأماكن الحيوية في تركيا. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول إذا جاز استخدام التعبير المصري أو المثل المصري يعني على راس بطحة، أو يعني الشخص الذي يعني متهم بشيء وهو يفعله فإنه دائما يتحسس نفيه دائما بكثرة حتى لو لم يتهمه أحد بشكل مباشر. وبالتالي أعتقد أن تصريحات جون كيري تأتي في سياق محاولة نفي هذه الصورة التي يعني كشفتها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لحظة بلحظة، والجميع تابعها والجميع لاحظ حالة التركب والصمت وتوقيتات التصريحات التي لم تؤيد الحكومة الديمقراطية أو ترفض الانقلاب إلا بعدما ظهر أردوغان وانقلبت الطاولة وخرج المواطنون إلى الشارع. عبد الرحمن يوسف، صحفي المختص في شؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها مقتل 11 شخصا بينهم جنود في هجومين بسيارتين ملغومتين استهدفتا نقطتي تفتيش في المكلا بحضرموت. قتل 11 أو إلى سوريا الآن، حيث قتل عشرات الأشخاص في قصف جوي روسي وسوري بقنابل عنقودية على عدة أحياء في مدينة حلب، كما لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم في قصف لطائرات التحالف الدولي على مدينة منبج، حيث تدور اشتباكات بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة. مسلسل القصف العشوائي لا يكاد يتوقف على المدن والقرى السورية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام. عشرات القتلى من المدنيين لقوا حتفهم جراء قصف جوي بصواريخ تحمل قنابل عنقودية على أحياء عدة في حلب، وامتد القصف العنيف ليشمل مدن عنادان وحريتان وبلدات كفر حمرة وحيان ومنطقة الملاح وطريق الكاستيلو شمال حلب، في حين تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة في تلك المناطق في محاولة من الثوار استعادة الطريق. وفي مدينة كفر حمرة وحي القاطرجي وحي المياسر بريف حلب سقط قتلى وجرحى بينهم أطفال. قصف البيوت على ساكنيها أصبح مشهدا مألوفا في ظل الصمت الدولي، فقد قتل قرابة 20 شخصا في حي الحزوانة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي في قصف استهدف مبنى سكني، حيث لا يزال هناك عدد من العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة وسط تحليق مكثف من الطيران الحربي للتحالف الغربي في سماء المدينة وريفها. أما في مدينة دارية في ريف دمشق الغربي فتعرضت لقصف بصواريخ أرض أرض والبراميل المتفجرة لم يسلم من جحيمها المدنيون.
قتل 11 شخصا بينهم 4 مدنيين في هجومين بسيارتين ملغمتين استهدفتا نقطتي تفتيش في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وأفادت مصادر عسكرية أن انتحاريا يقود سيارة ملغومة قام بتفجيرها عند حاجز الجيش في الضاحية الغربية للمكلا، في حين فجر انتحاري ثان سيارته عند نقطة تفتيش أخرى للجيش في وسط المدينة. وقد أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. في العراق، أفادت مصادر إعلامية بمقتل عدد من عناصر الأمن جراء هجوم انتحاري لما يعرف بالدولة الإسلامية في قضاء الرطبة غربي الأنبار. وقد أكدت مصادر محلية أن قوات الشرطة الاتحادية وطوارئ شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر تمكنوا من صد الهجوم الذي شنه التنظيم من 4 محاور. وأشارت المصادر إلى أن عناصر التنظيم انسحبوا بعد مقتل عدد منهم. افتتح في مدينة ليفربول شمالية بريطانيا المهرجان العربي للفنون والثقافة. ويضم المهرجان الذي يعقد منذ عام 2002 فعاليات ثقافية وفنية من مختلف بلدان العالم العربي، وتشمل عروضا فنية متنوعة تقدم في عدد من مسارح وصالات المدينة. هذه مدينة ليفربول، مهد البيتلز وأحد أقدم موانئ التاج الإنجليزي على مر العصور. تحتفي المدينة هذا العام بالثقافة العربية، إذ تستضيف أكثر من 140 فنانا ضمن مهرجانها للفنون العربية. رقص وموسيقى، مسرح وسينما وفنون تقليدية تعكس آلام وأحلام العرب ورغبتهم في الانفتاح على الآخر والتعرف إليه. الأشخاص والناس حتى لو عرفوا كمية بسيطة عن الثقافة العربية، أنا بكون بسيط، يعني مسرور جدا. عن الرقص، عن الغناء، عن المسرح، عن القصة العربية، فهمت كيف؟ كن سعيد، أديت رسالتي. يشهد المهرجان إقبالا كبيرا من السكان المحليين الذين يعتبرونه فرصتهم للتعرف على الثقافة العربية بعيدا عن الأحكام المسبقة وتأثير وسائل الإعلام. لقد وضعنا عنوانا لنسخة هذا العام غير الموثق، لأن غنى الفنون والثقافة العربية يتم تغييبه هنا في الغرب، لأن الإعلام لا يركز إلا على الجانب السلبي. عرض ملكات سوريا الذي افتتح المهرجان قدم رؤية معاصرة لمأساة طروادة الإغريقية، إذ تحكي فيه نساء سوريات قصصهن في ظل ظروف الحرب والتهجير. بدنا نوصلهم فكرة أنه نحن مانا لاجئين، نحن في عنا عباقرة، في عنا محاميين، في عنا حياة اجتماعية، منحب الحياة، منحب نرجع بلدنا إن شاء الله سوريا. المهرجان مبادرة ينظمها مثقفون وناشطون عرب في ظل غياب المؤسسات العربية الرسمية التام. يحاول هذا المهرجان تسليط الضوء على الثقافة العربية المعاصرة وتعريف البريطانيين بوجه آخر لهذه الحضارة طالما غيبته وسائل الإعلام. زاهر عمرين، التلفزيون العربي من مدينة ليفربول. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم.